كمان البوابة سبورت قالت إن اطمأن أليخاندرو خافير مخطط أحمال البدنية في النادي الأهلي أو في الجهاز الفني للنادي الأهلي على جاهزية محمد هاني لاعب الفريق للعودة بشكل طبيعي للمشاركة في التدريبات الجماعية النهاردة. عقد أليخاندرو جلسة خاصة مع اللاعب عشان يطمن على تعافيه تماما من آلام الإجهاد في العضلة الأمامية واللي تعرض ليها قبل مباراة بيراميدز في الدوري، وغاب طبعا بسببها أو غاب بعد كده بسبب الإيقاف في المباراة دي. كمان السيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أكد أن انضمام اللاعب للتدريبات الجماعية النهاردة بعد طبعا أصبح لائق من الناحية الطبية، وكمان بعد ما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح، كمان محمد هاني ممكن يشارك في جزء من التدريبات أو فعلا شارك امبارح في جزء من التدريبات بعد ما استكمل المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي وخاض تدريبات بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الجهاز الفني.